السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من صالة جدال. رانا على ابواب المولد النبوي الشريف والاحتفال براس السنة الميلادية الجديدة، وما دامنا رانا نشوفوا ارتفاع في الاسعار ومنها اسعار الكماليات، راح نشوفوا اذا الجزائري راهي تعنيه سياسة التقشف ولا لا. ما لا مطوش عليكم، خلونا نروح نسقسوهم ونشوفوا ارائهم، تابعوا معنا. رانا على ابواب المولد النبوي الشريف والاحتفال براس السنة الجديدة، وكاين بزاف من السلع راهي الكماليات راهي ارتفعت السعر تاعها. اكتب للجزائريين راهم معنيين باجراء التقشف ولا لا؟ لا مش معنيين كاع، مش معنيين. هي عاود كيما نقولوا في العيد ان شاء الله مولود ويسيو الجزائريين يسيو الفشاك يسيو كلش يحتفلوا ويصرفوا التقشف، راهو غير مجرد كلام برك. يذب عليك اللي يقول لك الجزائريين ما يديروا التقشف، راهم قاع يصرفوا. وتشوف في المولود تشوفوا شي صرا الحفلات اللي صاروا في اللي والناس واش خسروا ملاير منا، ويجوا بعد يشكيو يقول لك حنا تشوف الازمه وشي غالي وشي الاخر. حقيقه ماهوش معنيين بالتقشف الجزائريين، خاطر تشوف وين تراتب هذا الطواب اللي يبيعوا المحارق يشريوا الناس يروحوا يديروا لي فواياج، ما كاش منها تقشف، وراه تقشف الناس كاع لاباس بهم. اللي يقول لك تقشف يكذب عليك خويا، ما يراطيهاش كاع. كي يكون مانيش عارف واش يكون يسلف ويشري، ما يخليش ولادو ياكل الشر، يشري الفشاك يشري الحلوى يشري كذا يشري كذا يشري كلش كلش كاين. طبي الجزائري ما يعنيهش تقشف، ما يهنيه والو، كلش يشري حاجه ما تخصوش. بالجزائري حيفو كان على القطر الجزائري في 48 ولايه، قلبه سخون. كي يكون ما عندوش ويشري، كي يكون ما عندوش ويشري، بصح يشري على حسب جهده. دوك عنده اولاد عنده يفرحهم، بصح باش يقعد هكذاك يشوف فيهم هذيك الناحيه من بالك، يا لو كان يروح يسلف بصح ما يخليش ولاده هكذا. الجزائريين كاين نص الكبير اللي يحتفل، يجوز الريفيون، يجوز المولود، يجوز هذه التراز، يشو الحلوى، يشو هذه، يشو ما الاخرين ما يديروا والو، يشوفوا بعينهم. ما يعنيش نشري يقول لك نشري انا الحق للمولود هذا. الناس قلت لك 4 ملايين 5 ملايين، التراز هذا يشرب 5 ملايين 6 ملايين. الجاج حنا هذا خضره ما نشريوهاش 40 ألف الكيلو، الناس يشرو بستة سبعة. لازم عنده حاجة في العام لازم يديرها، كيما ذاك الريفيون، عرفتي الريفيون، سيب الشعب يصرف الزوالي يصرف، ما يقولش كلمة تقشف، ما يقولهاش. يخرجوا فاكونس ويصرفوا ويروحوا الليالي أنا نشوفوا كلش، هذا غير مجرد كلام باش يقول لك تقشف. مش من تقشف، حتى تقشف الجزائر، الجزائر الله يبارك عندها دراهم، يعني راهي الله يبارك دراهم بزاف باش تا واحد يرمي ملايير، وفي بلاد راهي محتاجه شويه، يعني راهي على ما كل واحد في البلاد وخايف العام الجديد زيادات هكا. ان شاء الله احنا هذا التقشف اللي راح يعني او يعني فينا حنايا يكون شويه خفيف علينا ان شاء الله من العام الجاي. كان قلت لك العربي دمه سخون، طلع السعر يشري، تحبط السعر يشري في هذيك المناسبه باش يخلي ولاده هكذاك، ما يخليهمش ما قري التقشف، راهم يقولوا التقشف عادو يشري. ما شغل يقول لك انا دراري صغار وولادي ومانيش عارف انا كيفاه، كيدي يشري نورمال، عنده تبلو نورمال، شغل يشري نورمال ما على بالوش. احنا نشوفوا الديري نورمال يشري وقابلين بكلش. ايه يشري ويشري والمولود يشري والفشاك يشري والسماع يشري وكلش. مالقري السعر تاعهم طالع؟ مالقري السعر تاعهم طالع هابط يشري. الجزائر كيف الناس قاعد كيف نشوفوا الجزائر في ازمه حاله تقشف ولا كيفاش هما؟ ايه شوفوا فيها نورمال ما ياثرش، ما ياثر عليهم والو. يعني بإجراء التقشف بصح بداية مولد النبوي الشريف نورمال، ماهيش حاجة تاع تقشف ولا، الناس قاعد تحتفل بمولد النبوي الشريف. مالقري ما كاش، مالقري ما كاش وكذا، بصح يحتفلوا بحاجة بسيطة، بحاجة كيما نقولوا حنايا نورمال يحتفلوا. حاجة نشوفوا الاحتفال دوكا راه بمفرقعات كاع السعر تاعها غالي. السعر تاعها غالي بصح ما كاش كيف ما تحتفلش، لازم تحتفل بعيد النبوي الشريف، لازم تحتفل وهذا هي هذه. تقشف حنا كاين بصح الشعب هذا يشري ما فيهاش. مولد النبوي على العام نشريهم، ما لقري سعر تاعها مرتاح، ما مهما الحال بون انقص على اللي كان، ماهوش كيما كان الناس تشري، بصح كاين اللي يشريو، كاين بزاف اللي يشريو. كاين تسلف تشري، عندك تشري، ما عندكش تشري.
تجري. المهم ليسونسيال كاع فرح اولادك. هي العقلية اللي في العرب تاعنا نفرح الذراري. وبعد نقعد هكذاك نقعد هكذاك. يا لو كان ناكلوش عندي اليوم وغدوه. فرحني اليوم وقتلني غدوه. هما يقولوا دراهم ما كاش. بس عن هذا الحق الوليمة كاع يبانوا دراهم. يخرجوا دراهمهم كاع يبانوا كاع يخسروا كاع يطردقوا. وكاع ياكلوا مليح. ما كاش واحد اللي ما عندوش. كل اللي عنده كل اللي ما عندوش كاع يخرجوا كيف كيف. ما لقينا شوفوا الاسعار تاع الكماليات كلش ارتفع. يشريو 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 دراهم كاين يشريو عندهم. يقول لك ما عنديش بصح هو عنده يشري. ما كاين والو ما كاين والو. قلت لك مجرد كلام في المولود. انا قريب على الابواب تاعو وتشوف الديفيلي اللي يسرى. تشوف العباد بداو يشريو. بداو يشريو ديجا بداو يشريو ديجا. انا واحد ما عندهمش مثلا. انا واحد في الدار اليوم داروا لي طفش كحال كاع المولود شرينا ديالنا منا. وتشري انت متامين؟ نشري لهم نشري لهم خاش على عندي دراري صغار وجيراني معنا يشري لهم. نشري لهم نشري لهم. نقول لك كاش من هذه تاع ازمه تاع التقشف هذه. احتفل غير الحفله اللي يديرها. باش يدير الحفله بلا شي يدير الحفله. محفله بحفل. ما قال اللي عنده صحاب دخل بسيط عنده دراهم ما يلحقش ولا يلحق لازم. ايه بقلبه بقلبه راهو محتفل. لو كان يسيب بدراهمو يدير. لو كان يسيب باش حب يدير. جزائري يقتني كلش. وذوك ندخلوا روحوا للسوق تشوفهم طوابل تاع محارق ما تصحلكش وراه تقشف. كاين اللي ما يعطيش على الصوالح تاع المولود هذو ما يعطيهمش. يشري على بالي بلي يشريو. كاين اكثريه يشريو اكثريه الاغلب اللي راه فاكون في الريفيون. سورتو الريفيون هذا ذانك الريفيون كارثه. ما تعدش من جهه مليك. هذيك حاجه دغره من جهه مليك. انسان تلحق الريفيون كاين اللي يكري يكري ويخرج خارج البلاد ويروح يجوز الريفيون تاعو. وبالك ماشي موحال واحد يقول له اعطيني نشري شكاره حليب ما يعطيهوش. انا نشري انا نشري باطل. دوكا ما عنديش المراه. انا مانيش متزوج وانما انا قريب نتزوج ما بقاليش بزاف. بصح كون وصل على الوقت تاعي سوا سوا نتزوج نشري. كي تكون عندي 100 نشري لهم حلوه الدراري ما نخليهمش هكاك. وتريح هكذاك ونريح معليش نشري لهم. المهم المهم نزهيهم ما خليهمش هكاك. فونس بلي حد بدل في ما ظنيتش هذا التقشف. مش عارف بالك ذاك الشعب الجزائري يفيق يولي ينقص في التبذير ربما من الناحيه هذه. مي باش تقول لي الناس بيتخلى على العاده التقليد تاعهم ما ظنيتش. صافي يصرفوا اكيد 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 اكيد. انت كيفاش تتعامل معاهم؟ ما انت ك ك ك كل جزائري واشني هذه عاده بالنسبه الحق راك راك معاها. لا معاها واش وانا بارو شوا الجزائري كي كومان بيبي او كل عجينة كيفاش تصنع وينصنع. علمتو البحبوحه يعيش في بحبوحه. تعلموا التقشف يتعلم التقشف. باسكو حنايا الانسان عنده غريزه العيش. نقدر نعيش في المحيط المتجمد الشمالي كيما نقدر نعيش في درجه الحراره مرتفعه. هذه طبيعه الانسان. صافي يقعد يشري يريح ما يقعد يشري. ممكن يقعد يشري ممكن يتقشف على حسب جيبه. دوك الى عنده الى جيبه كافي لاباس به يعني لاباس به يبقى نفس المستوى المعيشي يبقى نفسه. والا كان الانسان هذا متوسط الدخل وخاضع للتغيرات الماليه تاع جيبه يخضع للتقشف اوتوماتيكمون.